نعم ملاذ، يعني أصلا الاجتماع يعني جاء بعد التأزمات السياسية التي حدثت على الساحة العراقية. كان من المفترض أن يحسم منصب رئيس البرلمان، ولكن بسبب يعني الانسداد السياسي وبسبب عدم وصول الأطراف السياسية المتنازعة على ذات المنصب على رؤية موحدة وعلى شخصية واحدة، بالتالي جاءت هذه الاجتماعات المكوكية والمكثفة، خاصة بعد زيارة السيد نجربان برزاني إلى العاصمة بغداد لحل هذا المنصب، وكذلك أيضا لقضايا متعلقة في إقليم كردستان. يعني في نبقى في ذات السياق يا ملاذ. نعم. بعد يعني الانسدادات الأخيرة التي حصلت في رئاسة البرلمان وتمسك اتحاد التقدم بمرشحه بأن يكون هو على منصب رئاسة البرلمان، هنالك خلافات كبيرة خاصة بين عزم والسيادة. نحن نتحدث في ذات الموضوع يا ملاذ اليوم، وحسب كلام نواب من قبل الإطار التنسيقي تحدثوا وقالوا أن الكثير من المعوقات حول هذا المنصب، لأن المكون السني لم يتفق على شخصية واحدة، خاصة بعد انسحاب السيد شعلان الكري من منصب رئاسة البرلمان، وكذلك أيضا وأنه يعني أعلن انسحابه من الترشيح لمنصب رئيس البرلمان، فبالتالي لم يبقى لتحالف التقدم الوطني شخصيات بديلة لهذا المنصب. الشخصيات الأخرى هي من تحالف عزم ومن تحالف السيادة أو مدعومة من الإطار التنسيقي، مما يؤدي إلى تأجيج الوضع السياسي وكذلك أيضا انسداده، ولم تؤدي نتائجه إلى يعني خيار بديل أو خيار متفق عليه بين الأطراف الأخرى. نعم زميلي مهدي، يعني بحسب التسريبات التي خرجت عن هذا الاجتماع وكما ذكرت حضرتك انه يعني هو مناقشه وحسم ملف رئاسه مجلس النواب، هل يعني سيحسم هذا الملف؟ ويعني لغه الجسد كانت واضحه على السيد الحلبوسي مثلا الذي لم يكن سعيدا اثناء الاجتماع. زميلي بكل مهدي. تاكيد يا ملاذ، لا اعتقد ان منصب رئيس البرلمان وحسب المصادر التي حصلت عليها بأن سيحسم قبل العطلة التشريعية. كل المؤشرات تشير إلى أن المجلس سيحسم بعد العطلة التشريعية، لا يوجد اسم محدد. الشخصية التي ربما قد تنال منصب رئاسة البرلمان والتي تكون من استحقاقها فهي انسحبت، والآن بقت خارج السباق البرلماني، فبالتالي من بقوا داخل السباق البرلماني هم من عزم والسيادة، وهذا شيء لا يعني لم يستقبله أو لم يرحب به تحالف التقدم الوطني كون هذا المنصب هو من استحقاقه، ولكن كتل من داخل الإطار التنسيقي تعمل على دعم هؤلاء المرشحين حتى ينالوا استحقاقهم من رئاسة البرلمان. أنا حصلت على معلومات قبل قليل تقول أن منصب رئاسة البرلمان سيبقى معلقا حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية. الدورة التشريعية تفصلنا عن هذا عن منصب رئيس البرلمان ما يقرب من سنة واحدة، يعني ترأس شخصية من تحالف سيادة وعزم ربما قد يؤجج الوضع ويبقى يعني العملية السياسية تبقى خارج السياق. تحالف يعني تقدم الوطني هدد بمقاطعة لجلسات مجلس النواب أو ربما بالانسحاب نهائيا من البرلمان في حال لم يتم يعني تنصيب شخصية من قبل تحالف التقدم الوطني كون المنصب هو من استحقاقهم.